الله يسعد صباحكم، حياكم الله جميع المتابعين من جميع أنحاء العالم. اليوم اجينا على مكان في غرب ألمانيا في مدينة منشن جلادباخ. المكان مليء بالأشياء الممتعة والمفيدة. قبل ما تبشروا المقطع بعد إذنكم حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتابعوا، وحياكم الله وصلوا على النبي. طبعا هالمرة جبنا معنا الشباب الطيبة، أخونا أوركان من السعودية حياكم الله، أخونا عبد الخالق، عبد الخالق كمان من السعودية حياكم الله، زارونا وزارتنا البركة. أنا اسمي عادل يحيى الصعدي من جيزان، وصراحة تابعنا أبو أحمد في حقته لهذا القناة وما شاء الله تبارك الله تعرفنا عليه وجينا لين حده. ميت أهلا وسهلا، وما شاء الله ما حصلنا فيه ومنه إلا كل الطيب. الله يبارك فيك يا رب، وإن شاء الله تكون هذه الزيارة بركة بإذن الله. حياكم. شوفوا بداية الأنواع الألوان النادرة من البط، حاطينها هيك على الواجهة. شوفوا هذا مثلا أخذ جائزة، الغالب راح نصوركم هلأ الطيور اللي أخذ جائزة، هذا أخذ 97 مثلا. النوع اسمه البوما انتر، هاي النوع الثاني اللي هو البط القزم، ما شاء الله هذا أخذ كمان 95 نقطة البط القزم. طبعا في منه ألوان عديدة، يعني اللون الأساسي اللي هو الأخضر وهي الانتاي اللون البري، وفي منه اللون الأسود بسموه اللي هو النادر جدا، سبحان اللي خلقه سبحان اللي خلقه. هذا التسفيرك نيدراينا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا أخذ جائزة 92 نقطة. شوفوا لي هالطير سبحان الله العظيم، شوفوا اللون. طبعا هذا التسفيرك هو القزم، يعني هون حمام جاي، الحمام الأرابيشة ترومل تاوبن، هذا عربي، هذا أخذ قديش 96 نقطة ما شاء الله. دجاج النيدراينا نفس النوعية اللي كانت ورا. نجي لهون الفياندوتن، هذا التسفيرك فياندوتن يعني القزم، شوفوا سبحان اللي خلقه، بتحس الريشة فيها خطوط مرسومة رسم سبحان الله. التسفيرك، كلمة تسفيرك يا شباب إذا سمعتوها بالفيديو كتير يعني قزم، دجاج قزم نوع فياندوتن. طبعا هذا أخذ 94 نقطة ما شاء الله. وهون نفس الموضوع الفياندوتن القزم بس اللون اللي هو الأصفر ما شاء الله، هاي أخذت 96 نقطة. شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على محمد. تسفيرك فيلزوما، هاي أخذ 94 نقطة، اللون هو أحمر، شوفوا اللون سبحان الله العظيم. شوفوا النفاخات، حاطين نفاخات هون ما شاء الله. وهون أخذ جائزة و95 نقطة، هذا الدجاج القطني أو السيمانش ما شاء الله زايد هنا. وهذا هو القزم الإيطالي سبحان الله العظيم. طبعا هذا أخذ جائزة ممتازة ونقطة ممتازة 97. هذا الكوشين القزم مثل ما أنا شايفين هيك، الكوشين القزم بسم الله ما شاء الله، هاي أخذ 96 نقطة وجائزة كوشين قزم. شو يا بركان، يا بركان بالله عليك، والله ما شاء يعني الله يعني هذا عندنا في السعودية ما في منه، ما في هذا الحجم، تفرجوا الحجم يا جماعة. شفت القزمي، شوف هاي مشان تشوفوا الحجم مزبوط، تفرجوا بسم الله ما شاء الله، تفرجوا ها تفرجوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تفرج 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 ما شاء الله فرج. تبارك الله تفرج بسم الله ما شاء الله، ايه يعني ارتفاع الطير حوالي 50 سنتي، والله يمكن 60 70 سنتي، 50 60 سنتي، ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله. شوفوا طبعا هون كله ابراهام، الابراهام تفرجوا على هذا الابراهام يا جماعة الخير، ارتفاع القفص لهون حوالي 60 او 70 سنتي، هو بس بده شوي صغيرة بدق راسه، تفرجوا الوان خارقة ما شاء الله لا قوة الا بالله. بالله يا بركان، العالم اللي عم تشوف الفيديو بيفكروا انه الحجم صغير، لا والله بالعكس، انا تابعت افلامك قبل كذا، اي
يعني كنت انا اشوفها مره صغيره، لكن على الطبيعه ما شاء الله تبارك الله، يعني 60 سم 70 سم ما شاء الله، ما حجمها كبير. شوف انا 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 عندي منها في السعوديه، لكن مو بهذا الحجم. فرش، شوف شوف، ما بدنا نركض وراها، ما بدنا اياها تطلع لبرا، بس شوف 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 الايد، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف اللون، يعني اللون رائع، لون خطير هذا بلو. طبعا هون الحمام هذا الالت اورينتالي شموفشن، معروف الحمام هذا. طبعا نفس الشيء هون، الوان في منه الاصفر وفي منه الاحمر وفي منه الازرق وفي منه الاسود حتى. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحجم الضخم الضخم، هذا الفياندوتن الاصلي، الحجم الضخم الضخم. بسم الله ما شاء الله. شو يا ابو ركان؟ والله ما شاء الله تبارك الله. شو نوع هذا؟ فياندوتن. فياندوتن دويتشه فياندوتن زيلباش فارس جيزونت، نفس القزمي اللي هناك ابو بلحه كذا، لكن هذا حجم ضخم ما شاء الله. شوف اللون، انت شوف اللون هون خطير، اللون هذا خطير، اللون هذا اللون خطير، هذا البلاو ايه بلاو، هذا الازرق. شو بكي انت؟ ليش زعلانه؟ ليش زعلانه؟ هذا بلاو لكن شفارس كمان، هذا نفس الشيء فياندوتن بس اللون تبعه بسموه كولومبيا، هذا اللون بسموه كولومبيا، هذا نفس الشيء لكن اللون تبعه الأبرش نحن بنسميه أوهيكي. وهذا القزم يوكوهاما، اليوكوهاما الياباني. يا أخي سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الموفن هاي بسموه لكن فيلدا، لكن فيلدا، سبحان الله العظيم. هاي الموفن، شوف هذا أبيض بديل أسود، سبحان الله العظيم. وهاي الحلوة بسموها الفياندوتن، شوفوا بسم الله ما شاء الله، تحسوا مرسومة الرسم، سبحان اللي خلقها. شيء أبو ركان عجبه؟ شيء تحفة تحفة ما شاء الله، سبحان الله العظيم. شوفوا اللون الأسود، سبحان اللي خلقها، اللهم صل على محمد. جماعة الخير لا تنسوا ذكر الله يلي خلق كل هالجمال هذا، شوف سبحان الله العظيم. شوفوا هالطير الحلو، هي شلوتا كيما بيرجيشي، شلوتا كيما فصيلة مختلفة عن سبحان الله، لك العرف تبعه جدا ضخم ولغليغه كبار. لغليغه كبار، الانتاي هيك بتجي. هذا دجاج بسموه دجاج الأحمر، سبحان الله لونه أحمر داكن داكن، شكل رهيب. هذا نفس النوع بيرجيش شلوتا كيما لكن اللون رزي، سبحان الله العظيم على المنظر. هذا نفس هداك لكن قزم، سبحان الله العظيم. شوفوا ارتفاع القفص، هذاك بدق راسه بالسقف والقفص تبعه اكبر من هذا. السيمان معروف، ايام سيماني، ايام سيماني. طبعا دجاج غالي جدا جدا، لك بيضه كمان ما شاء الله. ايه شوف شوف كيف البيضه، ابيض مش اسود، بيض ابيض مو اسود. ايوه يقول لك في اشاعه بيقولوا انه هذا النوع البيض تبعه اسود، لكن هذا الحكي مو صحيح. بصير اسود لما يحطوه بالمي الكبريتيه، بالمي الكبريتيه. ايه هاي دجاج ابو فله، ابو غره، ايه سموه فله انتو. ها كبير ما شاء الله، هذا 400 وكم يا ابو احمد؟ سلم تالا 433 رقمها. طبعا احنا معانا الكتالوج، والشيء اللي بيعجبه مثلا بيحط عليه اشاره انه هذا عجبنا بدنا نشتري منه فرضا. هاي الدجاج الايطالي بالحجم الاساسي، مش السفيرج يعني القزم، هذا الحجم الاساسي. هلا في مثل حكايته نفسه تماما هنيك لقدام بالحجم القزم. بتميز الدجاج الايطالي بالخد الاصفر، هذا الخد الدويرة بتجي صفراء او بيضة. هذا بسموه سفيرج بارنفيلدا، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ابو احمد ما بيجيب لكم غير النوادر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. شوفوا اللون الغريب، افتلي حبيبتي افتلي، تعي 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 ادي، يا عين يا عين يا عين. شوفوا شوفوا شوفوا، الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، بتسمعي الكلمه.
هذا الفياندوتن القزم. شوف 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 الفياندوتن القزم. ها ما تحكي على لون رائع جدا ونادر. تفرجوا على هذا اللون. تفرجوا 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 بدي افرد لكم جناحها. تفرج فضي مع احمر. فضي او البلاو اللي هو الذهبي. البلاو الازرق عفوا مع الاحمر. الازرق واحمر. تفرجوا هذا الفياندوتن القزم. هاي الذكر تبعها. شوفوا هالراس له وردة. وردة على راسه. وردة سبحان الله العظيم. وردة وردة مع فلة. هذا النوع اسمه تسفيرغ هودان. تسفيرغ هودان قزم ولا قزم؟ طبعا الهولندي القزم. يا جماعة الخير مشان تشوفوا الحجم المضبوط تبعه قد كف اليد كلها. الجاجة كاملة قد كف اليد. طلع شوفوا الحلو. لا وعم يتمختر ومنزل منزل جناحاته هيك لتحت وعم يتمختر. يعني هذا الهولندي القزم. اجينا للجمال الحقيقي بالاقزام واللون اللي العالم بتعشقه. سبحان اللي خلق. هدي 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 هدي. شوف 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 سبحان اللي خلقك على هالمنظر. سبحان اللي خلقك. هذا الفيدا فوسا يعني المسرول الدجاج المسرول. هون عم بيقيموا. هلو بس ما خنزي هي زي 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 بيفيرتن بيفيرتن دي فوغل ام يا اوبو ميسي ها ich bin eine Ausbildung zum Preisrichter. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دانك شون يا عم يقيم عم يقيم. هنا ابو راكان عم يقيم كمان. عم يقيم للطيور. تفرجوا هذا الطير بسم الله ما شاء الله اربع الوان. طبعا هذا الفيدا فوسش يعني المسرول القزم مش العادي الكبير. وهون الجمال بحد ذاته بسم الله ما شاء الله. شوفوا هذا دجاج ابو فلة وابو قرون. دجاج بقرون وبفلة. تفرج طلع طلع على راسه. يعني في اجمل من هيك؟ سبحان الله العظيم. اعطيني رايك بهذا النوع. انا هذا دجاج ابو قرون وابو فلة بسموه شبيتس هاوبن. الابنسلا ابنسلا شبيتس هاوبن. في اللون الاحمر واللون الابيض. شوف التقييم شلون بصير. بقلبها وبشوف مواصفاتها وبيعطيها درجة. شوفوا سبحان الله العظيم هذا النوع منقط بالأبيض. هذا بسموه فيدا فوسش يعني هو المسرول القزم. شوفوا الأناثي سبحان اللي خلقهم. هذا كله دجاج اللي له دقن أبو دقن. هذا قصة تانية. هذا سبرايت سبرايت. افتلي افتلي سبرايت معروف يعني بالعالم. هذا الرزي بسم الله ما شاء الله. الحجم عشان تشوفوا الحجم يا جماعة الخير. شوفوا الحجم. تفرج بسم الله ما شاء الله. شوف كم هذا ابو احمد؟ هذا 50 سنتي ولا اكثر؟ هذا فيه برياحة 50 برياحة 50 سنتي ما شاء الله. وهذا مانو ابراهام شبيرب دويتش شبيرب. طلع سبحان الله العظيم. كمان هذا نفس الشيء. هذا نفس الشيء تبع المسرول والقزم لكن لونه غريب سبحان الله. لونه كريم منقط بازرق. كريم منقط بازرق سبحان الله العظيم. هون عبد الخالق حب على اذا اكلت لك نقده انا ما خصني. ها هدي 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 يا عبدو خلاص سيبه 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 سيبه. هذا متوحش. هاد شفت الحبش البرونز الريشة اللي هنا على صدره. ايه صحيح. شوف اللون لون برونز. وهذا اللون سبحان الله العظيم غريب غريب. هاي الوز الفرنسي. وهذا يا جماعة الخير بحجم الوز الفرنسية
لكن مش وز هذا بط. سبحان الله العظيم. كايوغا انت سبحان الله العظيم. سموه الاسود فخره فكاهيه. يسعد عينك يسعد عينك ما احلاها. طبعا هذا القسم كلياته قسم الحمام. ايوه افتر راسك حبيبي افتر. هنا في هذول الحلوين. هذا الحلو بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. في بحبكات في بدون حبكات في ألوان وأشكال. طبعا نفاخ قلمي نفاخات قلميات ما شاء الله. نفاخات الضخمة الضخمة بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على رسول الله. شوفوا هون الدراغون حمام الدراغون أو حمام التنين. هاي حمام المودينيسا كمان حمام المودينيسا ما شاء الله فيه موجود ألوان حلوة. هاي الكينج كينج تاوبن مع هدلولي طبعا كله كينجات. سبحان الله العظيم. شوفوا سبحان الله صديقنا وأخونا أبو فيصل الحموي بتوقع هدلولي ما بعرف إذا طيوره ولا إذا مشارك ولا مو مشارك ما بعرف والله بصراحة. لكن عنده نفس البذرة الحمام اللي بسموه الماوردي أو حب الرمان عفوا حمام حب الرمان الت اورينتالي شموفشن. وهون شو هون هون التوربيد اللي على كيف كيفكم ما شاء الله. هاي الاورينتالي شموفشن بلونديت بلوندينت. تفرجوا والله مستويات حلوه حلوه. اخذين 94 94 هون. تفرجوا والله يمكن هدول حمامات ابو فيصل 96. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هالمستوى. هذا الحمام يا جماعه الخير اسمه الحمام البرتغالي. شوفوا راسه شلون سبحان الله. كنا نقول عنهم صينيات حمام الصينيات لكن هن برتغاليات. هذا الشاو تيبلا او الشو تيبلا دويتش. لونه كمان غريب سبحان الله العظيم. بيشبه الكينجات بس ديله لتحت سبحان الله. هدول الحمامات هن البودابستا حمام البودابست او الجعافر بسمون اخواننا بالخليج الجعافر. شوفوا سبحان الله العظيم. هاي لون ابيض بيجي غريب كتير الحمام. بيجي عيونه جدا كبار وجاحظينه وله مثل السنام على راسه. كومورنا تيملا سبحان اللي خلقه على هالمنظر. يعني سبحان الله انا بالنسبه للجمال انا هذا هاي الانواع اللي هيك الناعمه واللي من قرى قصير يعني هي اكثر شيء بعشقها سبحان الله. تاغان روغا تيملا سبحان الله العظيم على المنظر. شوفوا هذاك عم بيهز هذاك ما عم بيهز. هاي كمان هزازات. هذا روستو هذا الاسيل مقاتل. كم هرقمه المقاتل المقاتل. هذا الأسيل القزم المقاتل. هذا الأبراهام اللون الكولومبيا نايمين وبسم الله ما شاء الله كل واحد قد الجدي. شوف والله الذكر والله يقول جدي ما شاء الله ما شاء الله. الدجاج القطني الرائع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن الحجم الستاندر مش القزم. وشو الضخامه يا بركان والله يا اخي عم نحكي قدام العالم انه الطيور ضخمه. شوف هذا هذا انا عندي منه في السعوديه وعندي افضل خامات بس الخامه هذه والله ما في منها ما في لا يعني الحجم الكبير هذا حجم ضخم جدا يعني يمكن يجي حوالي 6 كيلو 5 كيلو اكبر كمان. ما شاء الله ما شاء الله. هذول القزم هذول القزم وهنيك حاطين الياس العادي ليك. انا بدون ما ارجيكم بدون شيء تفرجوا قديش بعاد. وشوفوا هدلول هذا القزم وهذاك الحجم الرئيسي او العادي. تطلع الوحده قد الدبل من هذيك تقريبا. هذا نفس هدلنك بس سبحان الله جاي على سواد البلو او الاسود. هذا فياندوتن قزم. بدو كل واحد بيقدر يروح على هيك معارض انه يروح ويتفرج ويتامل بخلق الله عز وجل. بيذكر الله وبينبسط وبيشوف شيء جديد بحياته وبغير جو يعني هيك معارض والله منفس منفس يا اخي. بتحس عيونه رح يطلعوا لبرا سبحان الله العظيم. ملوك الجعافر شوف اللون الابيض
شورت فيس اللون الموند سبحان الله اخذ 97 اخذ 97 نقطه ما شاء الله لا قوه الا بالله. نفخات المقطعين ما شاء الله. قوم حبيبي قوم 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 شوف الحجم شوف 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 عم يزوف كمان شوفوا شوفوا الحجم يا جماعه الخير شوفوا شوفوا شوف شوف ما شاء الله شوف شوف ما شاء الله لا قوه الا بالله. ليك هذا عم يزوف عليه كمان وهاي الكارير الازرق بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هذا الكارير الكارير الازرق الحجم والطول يا جماعه الخير فاخر فاخر على الاخر. هذا الحمام كنا نقول عنه الكشكي بسوريا في منه الطنج كمان غير قصة. هون بيسموه الصيني حمام الصيني سبحان الله العظيم. هذا الأنتفيرب نوع من أنواع الهمرات بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الطيور بتاكل بالبحر بتوقع أو بالنهر ياكلوا عوالق وهيك أشياء. شوفوا ما أغربهم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. هدول غير هدلينك هدلينك في لهم مثل الأنبرة هيك براسهم. وبتشكر إخواتي وحبايبي أبو راكان وأخوه عبد الخالق. والله العظيم أنا اللي أشكره ويا صراحة ما قصر معانا أبدا. الله يبارك فيك والله. ما أي واحد خليجي سعودي كويتي إماراتي من أي مكان يجي عند أبو أحمد والله العظيم كانوا في بيته. والله ميت أهلا وسهلا وحياكم الله. إيمت ما تجوا أي حدا حابب يجي لعندي كمان ميت أهلا وسهلا. ضيفي وأخوي وعزيز علي ميت أهلا وسهلا فيكم الله. حياكم الله حبايب قلبي. هيك بنكون وصلنا نهاية المقطع وأتمنى المقطع يكون نال إعجابكم. لا تنسوا تحطونا لايك وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم أبو أحمد وحياكم الله. السلام عليكم.